كل الكلام اللي اتكلمناه كنا بنتكلم على السيدات اكتر، بس كل الاجراءات دي ممكن تتعمل للرجال، كتير يعني كل يعني انواع الاجراءات رجاله دي كتير قوي مثلا للرجال. بتيجي بتشتكي بتسدي مثلا في دهون في الظهر بتاع، ودهون في ظهره. عاوز اقول لك ان هو ناس كتير صحابي كتير جدا اللي احنا اللي انا عملت لهم العمليه بيقولوا جمله واحده بس اللي هي هو انا ليه ما عملتهاش من زمان؟ يعني ليه ما عملتش الموضوع ده قبل كده؟ ليه ما شلتش الدهون دي من فتحه صغيره قوي طولها ما يتجاوزش 2 3 مللي ومخفيه في جسمه، بنقدر ان احنا نخش نشيل الدهون دي خالص ويرجع صدره فلات، ما يبقاش محرج ان هو ينزل بسين او يخرج او يلبس اي حاجه. كل ده من اجراء بسيط قوي وبيروح في نفس اليوم وبدون اي مشاكل.